الفريق الذي كان يصر على إبقاء احتكار السلطة والمحاصصة وإبقاء رؤوس الفساد، والذين كانوا يصرحون قبل يوم من سقوط الموصل أن الأوضاع بخير، هم من يزايدون علينا اليوم. أما تسليم البلاد بموازنة فهو مخادعة للجمهور، لا يقول لها إننا ندفع في موازنة 2019 حوالي 11 تريليون دينار ديون وأقساط ديون، ولا يقول لها إن الحكومة السابقة أوقفت مئات المشاريع بعدم السداد لها، والتي سرحت مئات آلاف العاملين، والتي نضطر اليوم لإعادة هذه المشاريع لدفع حوالي 20% إضافية نتيجة الاندثار والعطل.